بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم مرة تانية. محمد مرعي يحييكم، والنهاردة معادنا مع الحلقة رقم 27 من سلسلة تعليم ويندوز 7 للمبتدئين. النهاردة هنتكلم على حاجة اسمها الجامب ليست. الجامب ليست أو قائمة القفز، يعني إذا ترجمناها ترجمة حرفية، اللي هي بتساعدك على الوصول لمكان معين أنت عايز توصله على الكمبيوتر بسرعة. بمعنى لو فرضنا أن أنت عندك مثلا فولدر معين موجود على الكمبيوتر بتاعك، موجود على درايف سي، موجود على يعني مثلا فرضا للصور عامل مثلا ايه مجلد اسمه صور، وبعدين تحت الصور مجلد صور العائله، صور خارجيه، صور هنا، صور هنا، وهكذا. فرضا انت عايز توصل للمجلد ده بسرعه، عشان تفتحه كالعاده عشان تفتحه لازم تروح على الكمبيوتر، وبعدين تروح على السي وتضغط دبل كليك وتخش وهكذا لحد ما توصل للفولدر ده او مكان تاني انت حاطط فيه المكان، فبتتبع نفس الخطوات. طبعا ويندوز 7 مديك خاصيه اسمها جامب ليست، ان انت ممكن تحفظ المكان ده بحيث انك توصله بسرعه، يعني بضغطه واحده توصل للمكان دوت، والحاجه دي اسمها جامب ليست. فطبعا بدل ما نتكلم ونشرح، احسن حاجه ان احنا طبعا ايه نشوفها عملي علشان نفهم الوضع بالظبط. طبعا بضغط على الايقونه ديت او بروح على الكمبيوتر، تمام. لو لاحظنا ان انا لو عملت رايت كليك قبل ما اضغط عليها، بعمل رايت كليك يعني بمفتاح الماوس اليمين، بعمل رايت كليك عليها، بلاقي مثلا عندي حاجتين اتنين بس اهو. خد بالك ان احنا عندنا حاجتين بس. طيب دلوقتي بضغط بره وبعدين اضغط عليها عشان افتح كمبيوتر، وبروح مثلا على فرض ان انا عندي البيكتشر دوت، بروح على البيكتشرز وبروح على ميكس فوتوز، تمام، وبروح افتح صوره زي دي مثلا زي البيرد مثلا، وبعدين بقفلها، ما عملتش انا حاجه زياده اهوت، بقفل الشاشه دي. لو انا رحت هنا وعملت رايت كليك ظهر لي الميكس فوتو دوت، ما كانتش موجودة في الأول. إنما لما رحت للفولدر وفتحت صورة أو ملف تحت الفولدر دوت حفظ لي الفولدر هنا، تمام؟ طيب خلينا نروح نجرب حاجة تانية. أفتح برضو بضغط على الكلام دوت وبروح على الفيديوز، وبروح على مثلا عندي هنا سامبلز فيديو ويندوز 7 توتوريالز، بروح على سامبل فيديوز مثلا عندي الوايلد لايف، بضغط عليها اهوت، فتحت الملف اهوت، تمام، بقفل تاني وبقفل تاني، وبروح اعمل رايت كليك على الايقونه طلع لي حاجتين اهو. طيب هو هنا طبعا هو بيحفظ الحاجات دي، انما طيب لو انت فتحت حاجات كتير هو بيشيل القديم ويحط جديد، يعني هو حوالي بيحفظ حوالي 10 زي ما شرحنا في بدايات سلسله تعليم ويندوز. كل ما تفتح كل ما القديم بيختفي والجديد بيحل محله. انما لو انا عايز مثلا ايه اوصل لميكس فوتوز مثلا، طبعا عشان اوصل لميكس فوتوز لازم اروح افتح كمبيوتر بعدين اروح على السي وهكذا. لو انا عايز اوصل لها بسرعه، تمام، ففي علامه البين جنبها اهيت، تمام، بضغط على البين دهيت حطها لي فوق، فمهما فتحت انا بعد كده ملفات وفولدرز ويعني اي فولدرز عندي او اي ملف عندي، مهما القايمه ديت عليت وكبرت بيفضل القايمه ديت اللي هي زي المفضله عندك في الانترنت كده، بيقولوا على فيفورتس، يعني ممكن تروح على تعمل على ويب سايت وعجبك الويب سايت ده عايز ترجع له تاني بتحطه تحت الفيفورت، هي ممكن نسميها الفيفورت، يعني اعتقد لو مايكروسوفت حتى سمتها فيفوريت يبقى افضل، على اساس ان انت ديت المفضله عندك ان انت عايز توصل لها بسرعه. ولو ضغطت عليها ضغطه واحده بيفتحها لي على طول على الصور. طيب خلينا نفتح حاجه كمان، انا بضغط اهوت عشان بس الصوره توضح اكتر، بروح على دوكيمنتس هنا وبروح افتح مثلا على سي في وانا بسم الله اهوت، تمام، وبقفله تاني اهوت، بروح اعمل رايت كليك عليه على الايقونه طلع لي هنا دوكيمنت زي ما كانش موجود طلع عندي. لو انا عايز احفظ الدوكيمنت ديت في الفيفوريت او بالجامب ليست بضغط عليها هنا اهوت على البن ديت، بقيت فوق اهيت. القائمه اللي تحت دي اللي مكتوب عليها فريكونت ديت اللي هي بتتغير اوتوماتيك، انما اللي انا عملت لها بن اللي عملت لها بن ديت بتفضل موجوده عندي فوق، بستعملها على طول واقدر اوصل على طول. لو ضغطت على دوكيمنت بيطلع لي الدوكيمنت الفولدر اللي انا عايزه. نفس الحال لو انت عندك فولدر معين حاطه تحت السي او تحت الدي او تحت الاي او اي درايف عندك، وفي صور او في ملفات او اي حاجه عايز توصل لها بسرعه، فيك تفتحها وبعدين بتروح على طول، بعد ما تفتحها بتروح على طول تعمل رايت كليك على الايقونه اللي هي الاكسبلور ديت، وبتعمل لها بين وبتظهر عندك في البين دي فوق موجوده بتفتحها في اي وقت. لو انت عايز تشيلها، يعني فرضا انت عايز تشيل واحده وخلاص الفولدر ده لغيته مش موجود، بتروح على الحاجات ديت
وبتضغط عليها بتعمل لها ان بين، بتنزل تحت هي. تمام، نفس النظام لو انت برضو فتحت الويب سايت، يعني نفس النظام احنا شرحناه قبل كده، نفس النظام لو انت رحت على الويب سايت بتعمل رايت كليك على الانترنت اكسبلورر، بتطلع لك كل الويب سايتس اللي انت زرتها زي يوتيوب او اي ويب سايت عندك وبتعمل له بين. دي كانت نظره سريعه على الجامب ليست، وهي طبعا بتسهل عليك حاجات كتير، يعني حاجات كتير جدا ان انت توصل لاي مكان انت عايزه على الكمبيوتر من غير ما تروح تفتح او تدور على المكان بالظبط. زي ما يكون مثلا عايز تروح على بروجرام فايلز، لو انت عايز تفتح بروجرام فايلز وبتفتح برامج كتير من هناك او تستعمله كتير، فيك برضو تفتحها، بتلاقي بروجرام فايلز نزل عندك في الايقونه وتعمل لها بين، بتثبت هناك فبتضغط عليها على طول. دي كانت نظره سريعه زي ما قلنا على الجامب ليست او قائمه القفز او القائمه السريعه، اذا كان يعني ترجمناها بالطريقه الافضل، القائمه السريعه، بحيث ان انت توصل للمكان اسرع. ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من سلسله تعليم ويندوز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.